قال هذا وإن زماننا قد بلغ منتهى كماله. مراد من الزمان مو زمانه الخاص، ها التفت لي جيدا، مراد من الزمان يعني الزمان الذي جاء بعد بزوغ نور الخاتم صلى الله عليه وآله، يعني بعبارة أخرى إني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا لسان حال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال هذا قد بلغ وها، هذه من كث أربع أبيات اللي أنا أحفظها، لعلي أنا لا أحفظ إلا بيتين أو ثلاثة، هذه واحد من تلك الأبيات. هذا وإن زماننا قد بلغ منتهى كماله، واستوى دوحة إقباله، وحان أوان اجتناء ثماره. بل ذلك مبلغهم من العلم واقعا في حقه في ذات الزمان. أما بينك وبين الله الآن بعد 5 قرون 4 قرون 6 قرون، أنت قس الفلسفة في زماننا إلى الفلسفة في ذات الزمان، العرفان في زماننا إلى العرفان في ذاك الزمان، التفسير في زماننا إلى التفسير ماذا في ذلك الزمان. هذا الكلام أيضا ماذا أيضا يقال، هذا من قبيل الروايات التي تبين شرائط ظهور الحجة سلام الله عليه. عجيبة هاي الروايات، مبينة بشكل اللي كل أمة في زمانها تقول بعد بلغ السيل ماذا؟ أبد أبد، بعد ماكو، بعد خلص 2 3 6. الروايات ارجعوا إليها أن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه دخلوا عليه قالوا له يا ابن رسول الله مو جدك قال هذه 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 هذه، والآن كل الشرائط محققة أخر. ليش؟ قال هو في 6 من ولدي. لا تستعجلون بعد هواي أكو وقت، عرفت شلون؟ ولو عاصرته لخدمته سلام الله عليه، عرفت شلون؟ وتعال انت بعد ذلك بعد الحجة 100 سنة و200 سنة و500 سنة، اللي الان صار لنا احنا ما بعد الحجة 1150 سنة، والان نشوف نفس هذا الكلام تقولون. بلي انا ذاك اليوم دا انظر الى بحث في التلفزيون، قال لي يسأل الشخص يقول له انت في النتيجة شو تشوف؟ قال التوقيت ما يصير ولكن قريب، ها 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات. بس هو دي يقول التوقيت محرم ومنفي ومنهي عنه، ولكنه شنو عبالك انه قايل التوقيت معناه يعني قول يوم يوم الاثنين سحب 5 العصر يجي محرم مثلا، اما 3 سنوات 4 سنوات هذا مو توقيت. والشرائط واقعا كلها كذلك ذكرت بنحو حتى ان الناس ييأسون من ظهوري او لا ييأسون، دائما في كل زمان شرائط الظهور تكون موجودة على اي الاحوال.